خصوما لها. بالزبط. انا بعتبر وجود الجماعات دي منحه وليست مهنه. يا عيني هذه الجماعات جاءت من اجل ان تغذي كل جماعه بقناعتها في جانب من الجوانب تهتم به. يعني مثلا زي الجانب الرياضي قايم به مؤسسات معينه، الجانب الصحي قايم به مؤسسات معينه. نفس الامر في الجانب الشرعي، نجد جماعه وجمعيه واسره تاتي للحفاظ على أصول الشريعة وتجرد هذه الشريعة من البدع والخرافات.